اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده من قلب المطبخ الصعيدي. اهل الصعيد والناس الصعيده والناس الطيبين والامهات اللي كرموني امس امبارح في مدينه بني سويف، محافظه بني سويف. التكريم كان جميل لاكله امي اللي بنشوفه طبعا كل يوم على شاشه القناه الاولى التلفزيون المصري. فالنهارده حابب يكون المطبخ من المطبخ الصعيدي، فبحثت لقيت اشهر الاكلات في المطبخ الصعيدي الكشك، بما ان الكشك ده مخزون سنوي اللي هو القمح المجروش، فانا جاي على بالي النهارده اعمله بتركايه حلوه واتعلمتها من الامهات في الصعيد، ناس طيبين لهم طعم ومذاق خاص في الاكل بتاعهم. ومعانا ملوخيه النهارده اللي هي الشلولو، هنعملها النهارده بشوربه اللحمه. طبعا عندنا لحمه بتتسلق ضاني هنا عشان ناخد الشوربه بتاعتها نعمل بيها الكشك ونعمل بيها الملوخيه. حاجتين نضرب عصفورين بحجر زي ما بيقولوا. معانا لحمه ضاني على النار بتستوي مع بوكي جرنيه من الجزر والكرفس والبصل والثوم وحبه مستكه حلوه كده علشان الضاني فيه زفاره. ايه الحلاوه دي؟ اللحمه استوت والريحه بتاعتها رهيبه. اللحمه دي اهي شفتوا ازاي اهو. على فكره المرعى اللحم لما بيكون مرعى نظيف سواء الضاني او ايا كان الباري بتبقى ريحه الشوربه رهيبه وجميله جدا. اه فيها البصل فيها الفلفل. ايه الجمال ده. وفيها جزر فيها كرفس فيها فص بستيكه حلو. هو ده هناخد الشوربه دي طبعا نستخدمها استخدامات كتيره سواء للكشك او للملوخيه بتاعتي. السفره بتاعتي لا تخلو من طبق مقبلات زي البتنجان المخلل النهارده، وبيختلف من مطبخ لمطبخ. انا هعمله بخلطه النهارده انا بحبها اللي هي الفلفله الحلوه مع الثوم مع زيت الزيتون عصير الحامض. عايزاها سبايسي هتخليها سبايسي حسب الرغبه. السفره بتاعتي طبعا مهم جدا يكون عليها عصير، واحنا متفقين ان احنا في ايام الحر وايام الصيف الشيف المغازي مش حارمنا من حاجه. فانا معايا النهارده اسموزي اللوز. يا مزاجك اللوز يا مغازي. اللوز بيعلي اوميجا 3، بيقوي الذاكره، ما بيخليناش ننسى، والاطفال بالذات والطلبه اللي بتذاكر بيشجعهم ان هم ما ينسوش ويركزوا في مذاكرتهم. فخلينا نشوف النهارده نعمل اللوز ازاي. اسموزي حلو بالثلج والسكر وطعم الفانيليا. طبعا عايزين نقول معلومه غير معلومه، افكار بسيطه وسهله ولكن مميزه النهارده من المطبخ الصعيدي. تعالوا نشوف ازاي نعمل شويه بتنجان مخلل تاكل صوابعك وراه يفتحوا الشهيه يخليك تقومي بالطبق الكشك ده كده. بتنجان قلبه ابيض زي الشيف كده. البتنجان ده هيتجاب ويتقطع مكعبات ويتقلي في قلب الزيت بس خلاص ويوصل معانا للشكل ده كده. نشوف مقاديره على الشاشه. البتنجان اهو ده بتنجان وده بتنجان. اخلي ده ولا اخلي ده؟ اهو اهو حاضر اسمع كلام المخرج. عينيا اهو بتنجان سليم وبتنجان بعد التحمير. تعالوا نعمل الخلطه بتاعته واحنا شغالين مع بعض كده واحده واحده. عايز اعمل خلطه بمزاج زي ما بيقولوا يعني. حلو الكلام. اعملها ازاي؟ بطريقه بسيطه وسهله. طاسه على النار مهم جدا واحنا بنعملها اهو. الله اللهم صل على النبي. طاسه كده واحط فيها شويه زيت زيتون يا عم الشيف. المقادير على الشاشه. بتنجان ممكن تعمليه بالبتنجان الرومي، تعمليه بالبتنجان الصغير العروس الصغير ده كده حسب الرغبه. ده زيت زيتون حطيته على النار. بحط فص ثوم حلو. دي الخلطه بتاعت البتنجان. وانت هتسويها على النار يا شيخ؟ هسويها على النار عشان تبقي انت عارفه ما تتخضيش. البعض ممكن يحطها ني في ني، انا بسوي الخلطه بتاعت البتنجان على النار اهو. البتنجان اتحمر ومعانا بالشكل ده كده اللي حضراتكم شايفينه ده كده. واحده واحده كده. وادي فص الثوم الحلو او معلقه ثوم مع زيت زيتون. بحط على التومه دي يا عم الشيف شويه كمون حلوين، شويه بابريكا حلوين، واقلبهم كده بايديا. يلا يلا. معانا معلقه هريسه حلوه. الهريسه اللي هي فلفله حلوه. بنزل بقى كده. شفت الخلطه دي كده؟ دي الخلطه بتاعت البتنجان. تاني زيت زيتون، توم. انا ليه ما هحمرها بقى؟ ما تسالتونيش السؤال ده ليه؟ التوم الني في قلب البتنجان بيعمل لنا مشاكل صحيه مع القولون. التوم لو اتحمر بالشكل ده كده كده ان احنا قضينا على مشكلته اللي هي ممكن تاذي القولون. لان التوم لما بيستوي غير لما يكون التوم ني. حلو الكلام؟ حلو الكلام. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ ورقتين نعناع اخضر. شفت الجو ده كده؟ انا عايزك في المطبخ زي كده. اللي يطلع في ايدك تحطيه في النار.
وربنا يكفينا شر النار. ورق النعناع الاخضر في قلبيها ده يتاكل يا شيف طبعا، عشان اللي تاكل من التوم ده ما عندهاش مشكله خالص بعد كده مع ريحه التوم. اهو 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 زي الفل. الورق بس ما تاخدش العروق، العروق العرق بتاع النعناع مر. اهو شفت الخلطه دي؟ اهو يلا اشم الريحه الحلوه دي كده. توم، نعناع، هريسه حمراء اللي هي الفلفله الحلوه، زيت زيتون، كمون. الريحه بقت ايه؟ تجنن بالشكل ده كده. معانا عصره ليمون، شايفين البتنجان؟ البتنجان ما بقاش بتنجان هنا، بقى موسوعه علميه. البتنجان يعني حديد، البتنجان يعني بوتاسيوم، البتنجان يعني فوسفور. ايه ده؟ يعني بقى جمبري؟ اه بقى جمبري في ايد المغازل البتنجان. اهو جيبي معلقتين زيت سمسم واعملي الخلطه اللي عملتها دي بزيت سمسم، بقى اوميجا 3، اوميجا 3 كده ركبت البتنجان، بقى جمبري جامبو، هو ده المطبخ. اهو تعالوا نغرف الطبق ده مع بعض كده سريعا. اللهم صل على النبي. هنجيب طبق حلو كده علشان طبعا البتنجان يضحك في قلب الطبق، ونحطه هنا عشان مخرجنا عايز الطبق ده هنا عشان الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها مع فرسان التلفزيون المصري. معانا جرجير مغسول وزي الفل، متنقي بالواحده والله، مفيش جرجيريه مخرمه. اخده كده زي الفل. عينيا، حاضر. اهو شايفين الجرجير وجماله؟ ايه ده ايه ده، جرجير وبتنجان. الطبق ده محتاج رغيفين عيش بلدي من الطابونه وايديا هنا. انس انس بألف انا وشفا. البتنجان الجرجير كده يتحط في قلب الطبق. لانه هيشرب من الصلصه دي وناكله مع بعض. يلا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. مخرجنا الجميل عايز تطلع فاصل؟ اطلع فاصل وانت بتجيب الصوره الحلوه دي بتاعت البتنجان خير ارضنا. مع جرجير. الف هنا وشفا للي ياكل. في بني سويف امبارح بيقولوا لي انت مشهور بكلمه يا ويلي يا ويلي يا ويلي، هو ده يا ويلي يا ويلي. حلقتنا النهارده ليا الفخر وعظيم الشرف ان انا اكون في الصعيد امبارح في بني سويف بتكرم برنامج أكلة أمي على القناة الأولى. كل اللي قابلوني وكل الاستقبال أكلة أمي على القناة الأولى التلفزيون المصري، فكنت فخور جدا وحاسس إن أنا ماشي يعني كده إيه مالي مركزي زي ما بيقولوا يعني. وخدت طبعا جايزة وكرمنا، وكان في طبعا ذوي الهمم، كنا عاملين مسابقة طبخ جميلة جدا، وجه لهم تحية والشكر للاهتمام بذوي الهمم. فجيت النهاردة واخد الانطباع الصعيدي إن أنا عايز أعمل أكل صعيدي، لأن أكلت الكشك ده إمبارح فاكلته كان طعمه حلو قوي، فحبيت اعمله لحضراتكم النهارده. عملته باللحمه الضاني، وعملت سلطه البتنجان او مقبلات البتنجان، شويه ملوخيه جامدين جدا، الطشه لسه لغايه دلوقتي في نغشيشي، معانا عصير اللوز الجميل الحلو اللي ساعد على هضم السلطه الخضراء بتاعتنا. رؤيه فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه حتى من الصعيد. منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو. We'll be right back.